الخير، انا وليد جبر المدير الفني لرياضه الخماسي الحديث بسماش سبورتنج كلوب. هتكلم النهارده عن احدى الرياضات الشيقه والممتعه الموجوده بسماش من اكتر من 5 سنوات، وهي رياضه الليزر ران. رياضه الليزر ران هي مزيج ما بين رياضتين، الجري والرمايه بالليزر. ولو تمارس الرياضه دي يقدر ابنك يمارسها من 6 سنوات وحتى المراحل السنيه الاعلى لغايه مرحله الماستر. طيب وليه سموها ليزر ران؟ سموها ليزر ران لان الرمايه فيها بتتم بطبنجات ليزر على هدف الكتروني، والرمايه بالليزر هي بتمثل الاتجاه الحديث في بطولات العالم وفي الاولمبيك جيمز، وهي سيف وامنه لكل المراحل السنيه. رياضه الليزر ران يقدر يمارسها الجنسين من البنين والبنات، وقواعدها ببساطه ان احنا بنقوم بالرمايه على الهدف الالكتروني 5 ضربات صحيحه ومتتاليه، وبعدها بيجري اللاعب لمسافه 400 متر. مسافه 400 متر دي بتزيد بعد كده في المراحل السنيه الاعلى الى مسافات اطول، وبيؤدي اللاعب السيكونس دوت رمايه وبعدين جري رمايه وجري لمرتين او 3 أو 4 متتاليه، وبعدين بنحسب الزمن الكلي للاداء، واللاعب اللي بيوصل لخط النهايه الاول بيبقى هو الفايز. لو هتمارس رياضه الليزر ران هتستفاد فوائد بدنيه، وهي انك هتنمي السرعه والتحمل والقوه العضليه لعضلات الذراعين والرجلين، وهتستفاد فوائد عقليه انك هتنمي تركيز الانتباه وسرعه اتخاذ القرار. كمان هي رياضه مسجله بالاتحاد المصري للخماسي الحديث، يعني تقدر تشترك من خلالها مع سماش في البطولات الرسميه، بطولات القاهره وبطولات الجمهوريه.